وصلكم أصيل فقرتنا الأخيرة وضيفنا الأساسي في هذه الحلقة هو أساسي بس لأنه طول صراحة. أنا شخصيا مشتاق له وأنا متأكد الناس اللي بيعرفوه وأصدقائه واللي استمتعوا به بسنين طويلة جدا بريشته تحديدا في فن الكاركتير بالتحديد هو مؤسس لصحيفة نبض الشارع. غاب 10 سنوات بالنرويج. نعرف سبب الغياب ونعرف تفاصيل كثيرة جدا. أنا سعيد وفخور بأن يكون معي صديقي منعم حمزة بعد غيبة. مساء الخير. مساء النور وأهلا وسهلا بكم كلكم وأنا سعيد بكم. يديك العافية يا رب. 10 سنوات. 10 ونجو. 10 سنوات الحسومة. قدرت عليها كيف دي؟ حارة 10 سنوات ليه فنان؟ والله أنا ذاتي ما أعرف كيف لكن ليه فنان حارة؟ يعني وما كنت متخيل إطلاقا بأنه أنا هطلع من البلد دي. بعدين دي هجرة طبعا فرق بين الهجرة والاغتراب. والاغتراب صحيح. هاي فدي هجرة معناتها حاجة كده فور جود. فور جود بالضبط صحيح. وقرار كان صعب كان أصعب قرار اتخذته في حياتي. تخيل إنه هاجر من البلد الجميلة دي يعني. خاصة إنه دول أسس فيها حاجات كتير صحيح. وخلاص تاريخ حافل يا منعم. تاريخ حافل حقيقة يعني على مستوى الصحافة السودانية بالتحديد يعني. وكده خلينا هناك الحصص شنو؟ وين؟ في النرويج. جدا. نجي هيك خلينا في البلد نبدأ بالبلد دي. أنت جيت بعد 10 سنة. أي. لقيت السودان يا هو السودان؟ لا يا أخي سؤال صعب لكن حار خلاص يعني إجابة عليه ذات حارة. مهمة لكن. لكن كده نبدأ بالحاجة اللي اسمها الفوضى. طيب. يعني لقيت أي حاجة فيها فوضى. يعني حتى بقى الطابع كده في المجتمع والشخصية السودانية كلها تحولت إلى فوضى. هي ما أصلاً كانت كده؟ لا ما كانت كده. بعدين نحن جيل قديم شوية. نحن ما قدركم يا طبعاً معلوم. إحنا عشنا في الزمن الجميل يعني صحيح. إحنا يعني حضرنا حاجات الإنجليز الحلوة دي كلها. فعشنا في الزمن السودان مرتب والشخصية السودانية كان شخصية مرتبة وشخصية رايقة. وأي حاجة بنظام ومواعيد يعني 7:30 الطلوع من البيت للمدرسة 8 جرس ضرب 1:30 الرجوع للبيت مع نشرة الأخبار بتاعت الساعة 3 الغداء عالم الرياضة عالم الرياضة كيف والغداء مع عالم الرياضة والغداء والنوم الصغيرة قبل الكورة صحيح والساعة 4 الكورة وزان المغرب طوالي كورة فرتقت نشي البيت الحمام الشاي بالبسكويت بتاع المغرب ده ثابت نعم الترابيزة المذاكرة ميقرة لغاية الساعة 8 زمن المسلسل بالضبط بعد ذاك تحضر المسلسل انتهى عايز تذاكر كتر خيرك ما داير ما هو أذول بيسألك يعني تضغط تكنون تقوم مدرستك كده كان في نظام شديد 3 وجبات في اليوم القطر بيخش المحطة في مواعيد معينة الساعات بيزبطوها على دخول القطر بيستقبل سيبريس كسلك سيبريس برسلان وهكذا يعني الحياة كانت منظمة لقيت فوضى انت ما في الحياة دي كلها ما في خلاص طيب كويس فوضى دي نقول عندها أسباب كثيرة جدا أنت تعلمها وأنا أعلمها طبعا بطبيعة الحال لكن البشر ذاتهم لقيتهم كيف اللي تغير فيهم شنو الناس ذاتهم والله يا أخي أول حاجة الناس اللي بيطاقشوا كده ساكت كده بيكونوا جارين كده بيطاقشوا بس أخ تراخ كده في شنو أنا ما لهلهين اللهلها حتى جوا البيت ذاته الواحد بتلقى الناس دي جارين كده جوا البيت وبيطاقشوا صحيح وبعدين يفتح الثلاجة يقفلها وهو ما عنده فيها شغلة يخش الحمام ويجي مارق ما يعمل أي حاجة في المطبخ ويجي مارق ومرق الشارع ويجي داخل بتحس بانه في ربكه للمواطن السوداني بالتالي اتخاذ القرار عند اي زول يعني في الشارع في الزمن اللي كنت بتتكلم عنه ايوه واصل في الكلام لكن درشير بس المشاهد يعني صور جميله جدا ايوه ده الزمن كنت بتتكلم عنه انت الظاهره في الشاشه دي الصوره دي في اتحاد طلاب كليه الفنون الجميله وده يوم زواجي اها والشباب الاثنين ديل اولاد ميسر السراج اللي هو بشابه هو ابو ديجن ديل ايوه تحيه لهم والله محمود ميسر السراج طبعا راجل فنان راجل يمثلنا على مستوى الدراما ابراهيم كوجان ده بدري الكلام ده زمان العرس يا اخي بدري شديد اي بدري ده صور دي كتوا وين يا جماعه انا ما نعم لا لسه احنا عندنا لك حاجات كثيره بتنكت وجلس نكت ما طولت لازم ما بنلقاك ثاني هتمشي ثاني تقعد 10 سنوات ايوه طيب لقيت الناس بتطاقش وقلت لي والناس ملهلهين ملهلهين الناس وبتطاقش وقلت لي ايوه فتحت الثلاجة ساي وما عارف داير شنو بالضبط يعني في حالة بتاعت ربكة كده يعني انا افتكر انها ربكة طبعا ما انا ما اعرف يعني غادي يكون
الكلام ده طالع من زول عايش 10 سنة في حتة منظمة شديد يعني. صحيح. قشة بتاعت كبريت 10 سنة أنا ما شفتها في الشارع. ما في حاجة صدفة هناك. وما في حاجة بالصدفة. يعني نظام شديد جدا. وبالمناسبة أنا يمكن أكون محتاج للفوضى دي لأنه يعني النظام الكثير مرات كمان متعب. صحيح. بالذات للفنان. وما تتخيل أنا سعيد جدا بالفوضى اللي حاصل بس لكن ما دايرة تكون طابعة لولدي يعني. أي طبعا طبعا. طبعا ف لكن حقيقه يعني مثلا تدخل مرافق الدوله بيكون في فوضى. زمان الكلام ده ما كان حاصل يعني. نعم. الموظفين ما بعرف حاجات كثيره كده تحس بانه دي ما هي اللي خليتها انا زمان يعني. انا ما بتكلم عن الاسعار ولا عن السوق ولا عن الانفليشن. لا عنده اسباب ثانيه. انا بتكلم عن السلوك والبيهيفير اليوم للمواطن السوداني. وطبعا ما ينفصل من بعض خالص يا ابني. اي بالضبط. ما بينفصل. فده اثر على ده وده اثر على ده. صحيح. ولا اقدر اتكلم عن النظافه ولا هنا الكلام ده ما حلو ذاته يعني. اي لكن حقيقه يعني السودان ده ما كان كده اطلاقا يعني. انا شعرت بانه دي دوله ثانيه. يعني ده ما السودان، دي دوله ثانيه خالص، سموها اي حاجه ثانيه. حالة ممكن تكون سريالية. صحيح. حاجة في عالم الأحلام كده يعني. واللي بيحصل ده بجد زي الراسموس الفادور دالي. بجد والله. اكزاكتلي. لا أقول شنو ثاني يا ربي يعني الكلام كثير خلاص يا يا منير. حمت بالجرايد؟ لفيت في الجرايد؟ والله يا أخي البارحة القريبة دي ساقتني خطواتي كده بالصدفة للزقاق بتاع الرأي العام. طيب طبعا الزقاق ده كان لمينا كلنا وكان في كمية من الجرايد. وعهدنا الذهبي كان في زقاق دنيا هنا. طيب. قلب الشارع ونبض الكاريكاتير وشارع سياسي ودي كلها من شركة واحدة بتاعتنا يعني. نعم. وجمعنا طوال الرأي العام وأخونا محجوب عرب له التحية من هنا وكذا. له التحية والله أستاذنا الكبير. السودان الدولية وكذا. أول حاجة لقيت في سوداني ولا في دولية ولا في أي حاجة. الزقاق بس. الزقاق والزقاق ذاته بقى غريب يعني خشلة صعبة. مشيت على المطبع. طيب صورتها لانه لقيت اربع طبل في الباب بتاع المطبع. اكتشفت انه طبعا الطباعه الورقيه يمكن تكون كمان دي اسباب هم ما عندهم دخل فيها لانه دخل النت ودخلت وسائط ثانيه وكذا اثرت على الصحافه الورقيه. لكن بصوره او باخرى ما تخيلت انه مطبع بالضخامه الجميله الزمان ديكي يكون فيها اربع طبل يعني. مقفوله. مقفله خالص. الحمد لله. ودي برضه كارثه على الصحافه الورقيه او على الطباعه عموما والكتاب والمجله وكله يعني. صحيح. مع بعض. صحيح. الطباعه مشت لورا شديد يعني. المهم حزنت يا اخي. نعم. والله قربت ابكي. من حقك طبعا. ذو الحدر زمن ويجي بعد فتره يلقى الحاجه دي بالشكل ده طبيعي كان تبكي يعني. كنت اتمنى تكون مشت لحاجه اجمل من كده. ونحن تاريخنا في الموضوع ده طويل. صحيح. وخبرتنا فيه طويله. صحيح. احنا فايتين دول في قصه الطباعه والنشر دي يعني. صحيح. فتدهورنا بشكل مريع والله حقيقه. والله يا اخي حسم الوسائط ظهرت يعني. انا اتمنى المواقع الالكترونيه تجتهد وتغطي الانهيار اللي حصل في الطباعه الورقيه يعني. طيب دخل ان انا اسالك سؤال. طالما جاسية الصحافه والطباعه وكده مؤخرا الناس بدوا في صوت بدا يعلى كده انه خلاص الجريده حتموت. ايوه. ثاني ما في جريده. ايوه. كله اندرويد، كله في التلفون. ما في تاني دول يمشي المكتبة بالإدمان ذاك يعني. شو ريحة الورق ده؟ أيوة. ده ماشي لأنه خلاص. ده ما في. أي. ما في تاني. أنت تتفق مع الكلام ده؟ إنه الجريدة خلاص ماشية لزوال؟ والله هي طبعًا كل حاجة عندها متعتها. يعني الورق ده عنده متعته زي ما أنت قلت هسه ريحته. طبعًا. زي ما مثلًا أنا كنت في المونديال بس أنا جاي من الدوحة طوالي. طيب. ففي ناس بحرص يخشوا كورة في الاستاد. صحيح. وفي ناس زي ناس نحن ديل بنحب نشوفها برا في الساحات. انت عارف الفريق شنو بين الاثنين؟ الاستاذ انت قاعد محنط حنيطه كده. صحيح. واحده. صحيح. يلا لما تشوفها في الساحه برا الجول لما نيجي بيعيدوا لك. طبعا جوا ما في عاده. دي متعه. بالبطيء ما في صح في الاستاد شوف مره واحده بعدين ما تشوفه. انت لما تقلب بصفحه في الكتاب يعني وترجع لها ثاني بعد اسبوع وبعد شهر لكن في النت لما تفوت منها ثاني صعب تلين فيها. صحيح. لانك مش هتفهم ما بتعرف. صحيح صحيح. ده فريق كبير جدا. اها تحضر محل المتعه برا انت برا الاستاد. فالمتعه بتاعت الجريده او المجله او الورق حتى الكتاب مختلفه والكتاب صحيح مختلفه خالص. الحمد لله الواحد محتفظ بمكتبته القديمه ومشيت طمنت عليها ولا حاجه.
مع الخريف العجيب بتاعكم في لقيت قاعدة كويس مخزينة كويس معنا الحمد لله مخزينة كويس خالص والله مخزينة عليك لكن يعني برضو أنا سؤالي قائم هل حتزول الجريدة دي ليه قدام ولا والله يا أخي بتطور أنا شايفه ده دفنت لحتزول يعني ما في شك إنها هتنتهي لرأية الورق والجرائد والمجلات دي هتنتهي خالص التلفون بس التلفون المقال في التلفون والتلفون ذاته ما حيجي في المرحلة اللي هو فيها دي هسته صح يعني حيتطور شديد جدا جدا وحيكون هو بيجيب لك الحاجات كأنه قاعد يدماغك قد تكون ما محتاج تستعمل أصابعك مجرد تفكر في الحاجة تلقاها قدامك صحيح جاتك. صحيح بسرعة الحاصلة هسه وبالدراما الدراما بدأت تقول الكلام ده طبعا دراما ما سابقة بدوا يعملوا أفلام بالشكل دي يعني إنه تاني في دماغك في دماغك ده ممكن طوالي ضعنا يتنفذ لكن صدق كده الحياة بتبقى مسيخة صحيح يعني الحياة بتاع الزمان أنا شايفها صحيح يمكن أنا جيل قديم يعني لكن شايف الحياة زمان مو متعة يعني في متعة صحيح يعني للأسف كل ما التكنولوجيا زادت وتطورنا كل ما الحياة بقت مسيخة وما عندها طعم بالضبط ما في حركة يعني هسه في أجهزة جديدة النظارة الكبيرة اللي بتركبها دي هاي. انت بتمشي هاواي وتجي منها تمشي البرازيل وتجي منها تمشي النرويج في نفس اللحظة وانت قاعد في كرسيك هاي. وشايف الناس حايمين في البرازيل وفي النرويج وفي كله هاي. طيب انا مسافر ليه؟ تخيل لي حنفقد متعة كبيرة هي القصة دي بدأت تأثر في الفنانين مما ظهر الكاميرا طيب كلام ده بدري يعني فالفنان من عصر النهضة وناس فان جوخ وقبلهم ودافينشي ومايكل انجلو وجمالك في معاناة في صناعة اللوحة صحيح هاي تجي الكاميرا تعملك في جزء من الثانية بالضبط ضيعت المجهود كله هسه كمان ظهر اللعب على التكنولوجيا ده جرافيك يعني حتى يعني أفلام الكرتون اللي كنا زمان بندعم فيها أنا كنت مخرج أفلام كرتون بدري يعني نعم وقريت الشغلة دي أنت عشان تنتج دقيقة واحدة بتاعت قصة طويلة أنت محتاج ل 1444 كادر او رسمه في الدقيقه دي بياسع اليابانيين اللي بيعملوا لك الشغل ده كله في ثواني فر كده صحيح عشان كده تلاحظ انه مثلا الانتاج للاطفال ومسلسلاتهم ضخم شديد يعني لو مسكت شخصيه واحده تلقى انتجوا لها الاف المسلسلات يعني صحيح اها القصه كده بقت ممتعه ذاتها يعني لانه الانتاج الكثير بيخليك انت تمشي سريع سريع زي مثلا النكته في الواتساب يعني انت الليل بتمر عليك في اليوم زي 50 نكته لكن بعد دقيقتين انت بتكون ولا مذكره ولا نكته صحيح ما كترت صحيح ما زي اللي بيحكوا عليك زمان ايوه ما بيحكوا عليك ويحكي لك زول تحت الشجره وتضحك دي بتقعد في ذهنك طبعا ومزاج تقوم انت تشوق تنقل النكته دي لزول ثاني صحيح بتعمل فيها اضافات تضحك قباله صحيح وهكذا يبقى هنفقد كثير من متع الحياه يعني بشكل او باخر ممكن يجي يحترض علينا انا وانت رانكرات كده احنا ما اخر جيل حضر الكلام ده ايوه ممكن يجي جيل ثاني يقول ليش الناس بيقولوا في شنو نازل وما لهم يعني معنا صحيح احنا كده امورنا واضحه وده انتقل يا منعم حتى حتى على العماله ايوه يعني حتى على المستوى السيرجري ذات العمليات الجراحيه ذاتها بقى يعمل رجل الي صحيح ببرمجه معينه عمليه ما في دكتور بيخش جوا ما في الناس بيقولوا انه ده مريح صحيح والعالم ماشي وساعي لراحه البني ادم انه اي حاجه يعمله هو قاعد في كرسيه يعني وده ما ممتع حقيقه يعني اما كمان هي دخلت الناس بيخشوا في تخصصات بعض لانه انت بتعرف شويه من الحاجه دي بتقوم تعمل فيها انك كانك عارفها كلها وتهبش فيها وده يهبش فيه وده يهبش فيه فالهبش الكثير في تخصصات غير تخصصاتك خلقت ربكة في الحياة بصورة عامة كده فالحياة ماشية معقدة والله أنا ما شايفها ممتعة أبدا يعني أكتر حاجة بتميزنا شنو من غيرنا يا مرعي أكتر حاجة كشعب سوداني بتميزنا كده كسودانيين شنو والله يا طبعا عندنا ميز كثيرة جدا جدا يعني من ضمنها التراحم والتكافل ده دي حاجة جميلة جدا وحتى هناك برا في الغربة يعني نعم والناس متراحمين ومتكافلين اللي عنده والما عنده كل واحد وبساعدوا بعض وبقيفوا مع بعض مواقف حلوة دي في جنسيات كثيره ما بتلقاها تفرق من الشخصيه النرويجيه لا اصلا راجل ده حاجه بعيده جدا من الحاجات الحاصله لنا دي نعم انا راجل شعب منغلق على نفسه خالص ومعزول شديد ده هم ذاتهم ما فتحوها الا قريب ده يعني فايكنج الفايكنج بالضبط هم فايكنج في النهايه هم لا زمان كانوا لكن ما برضوا الكلام ده طبعا كانوا زمان شرسين جدا ما برضوا هسه العكس بالمناسبه تحولوا الى غوم مسالمين لدرجه حاله بتاعت ازمه الضمير زي ما بقول حاجه زي بالضبط لكن بصوره عامه هم
ناس مغلقين ما بينفتحوا عليك بسهولة. يعني معظم الشعب ده الواحد بيكون عايش مع كديسة ومع كلب يعني. خلاص؟ ما عندهم صداقات كثيرة. أنا هنا أسد بدينا نخش في المجتمع ده بتاعه وكده فأثرنا عليهم يعني. يعني يوم استغربوا مثلا يوم السبت بيكون قدام بيتنا واقفة 10 عربات. حاجة غريبة جدا. هم بيقوموا يسألوا أنتم مالكم؟ اللمة بتاعي في ما حاصل شنو يا جماعة؟ قالوا ما في حاجة حاصلة. الناس دي كلهم يعني يتغدوا معنا وماشيين. عندكم يعني باربيكيو ظريف مع بعض في البيت؟ اي فبدوا يستوعبوا انه في حاجه اسمها تداخل في ضيوف وفي حاجات بينعزمهم وهم يكونوا خايفين في الاول لكن شويه شويه فبيجوا حفظوا اكلنا يا سلام ويقول لك فول وفلافل فلافل يا سلام اي وانا ما شاء الله عندي جعلية جميله جدا جدا فكريمه خالص اول ما تحسبوها متكيفه عندها باغات كده جوا عارفه جيدا طبعا تعرفها انا قلت طبعا اكلتها كده لها التحيه من هنا لها التحيه والله اي فبتقوم طوالي تمشي على المطبخ تجيب الباغات الفاضيه صغيره صغيره تشيل من صلاه الاسود حبه من الطعميه حبه من البتاع حبه تديهم وهم الاطعام ده وسيله لصداقه قويه ناس بيحبوا الاكل جدا لكن بيخجلوا اها شفت كيف صحيح ها شوي شوي علمناهم لك على أكلنا ده وحاجاتنا ودي ميزتنا تخيل فوجود المهاجرين أثر على المجتمع النرويجي كثير والله وأولادنا دخلوا معاهم في الكورة الرياضة مدخل طبعا طبعا بكل أنواع الموسيقى الفنون والموسيقى والفنون طبعاً. والرسم وواسع أنا برسم الناس في المهرجانات في الشوارع فبقيت ماشي في الشارع طوالي هاي همزة هاي همزة يا سلام يا ودي حاجة جميلة يعني كيف يعني يعني بتخلي دي برضو ميزة عند السودانيين إحنا تأثيرنا قوي على الشعوب بشكل عام حتى في الدول العربية يعني لما نمشي يعني بنقدر نأثر عليهم الفترة الأخيرة بالذات التلغائية بتاعتنا دي هي جميلة يعني عفويين إحنا يعني إحنا شعب تلغائي وعفوي فالعفوية دي مساعدانا يعني بنخش ساكت وما بهمنا اللي بيحصل يحصل صحيح ما في مشكلة بنخش هاي يعني في النهاية هيحصل شنو يعني يحرجوك بتاكلهم وتمشي هاي لانه بالنسبه لشخصيه نرويجيه يقوم يجيب ضيوف وانت ممكن الضيف اللي انت عازمه ده بيكون جاب معاه ثلاثه انت بتعرفهم هم مثلا جاوا ولا مس من السودان فبقول لهم بس خلاص وراحكم ناس حمزه بس ما بتحصل الحاجه دي هناك ما بتحصل بين النرويجيين مع بعض لكن على هذه المناسبه انا اقول لك حاجه لطيفه ذكرتها هسه طيب الضيوف السودانيين سواء كان بمواعيد ولا غير مواعيد المهم ضيوف سودانيين عندنا في رمضان عندنا توقيتين عندنا لو قربنا كلمني عشان انا حازم الناس دي لا لا ما قربنا لسه عندنا زمان في رمضان عندنا توقيتين طبعا لانه النهار بتاعنا طويل يعني بنفطر 11 بالليل الشمس دي بتغيب 11 بالليل فاليوم ده لانه طويل ففي ناس عندهم فتاوي براهم على مكه بيفطروا على مكه اها عشان مكة ده بيوازن السماء في نص الشمس في نص السماء يعني مصوم ساعتين بس لا لا ما ساعتين بده بدري كمان اي بالضبط فالمهم ده الناس كده ممكن بيتعبوا من اليوم الطويل عندهم مبرراتهم بيفطروا على توقيت مكة طيب وفي ناس الجالية حقتي دي ديل ما بيفطروا الا الشمس دي تغيب ديل بيفطروا الساعة 11 بالليل طيب بالبلد وين المقلب لما انا اكون عازم الدفعتين ديل لا حول بيجوني دفعة يفطروا ساعة توقيت مكة الشمس حية وكبيرة الظهر يعني وبيقعدوا ناس مكة ديل وبيحضروا ناس 11 بالليل بيبقوا لهم بالنسبة لهم سحور بيبقوا لهم سحور بالضبط وأنا بكون بين اليافطتين اليافطتين يعني شقاوة صعبة خلاص كويس افطر بعدين افطر بعدين بعد ذلك بكون مغسل في العدة للساعة 1 صباحا ده أنا أي طبعا ما فطورين بالضبط قصة جدا البانر ده شنو؟ طيب اول حاجه بالمناسبه دي ازيكم في حيكم وده ما رد تشكيلي ليكم لانه حقيقه يعني انا فوجئت بقصه المخدرات دي بقت حاجه صحيح مرعبه الفتره الاخيره وتستاهل يعني انا من هناك جاي بمعرض عن مشاكل المرور ومكلف به من قبل 3 سنين طيب انا اكشف قبل 3 سنين جيت عملت في نفس دار الشرطه معرض عن الليجل اميجريشن اللي هي مشاكل الهجره غير الشرعيه طيب الناس اللي بيركبوا السمك وبيموتوا ديل طيب وحذرنا شويه ايوه حذرنا من الكلام ده وكان ده قبل 3 سنين كان طيب وفي نفسي الشرطه مع تخصصها برضه الهجره وكده نعم
قاموا وصوني في الزمن ده قالوا لي يا اخي احنا عندنا مشاكل في المرور كبيره جدا. طيب فعكفت على القصه دي طيله الفتره دي وجاهز بالمرور. ففاجئ بانه وانا في الدوحه الناس قالوا لي يا والله عندنا مشكله كبيره جدا. بدي يشرحوا لي في الموضوع بتاع. فاضطريت انه انا اشتغل للمخدرات. غيرت المشروع فدمجت الاثنين مع بعض ما تغير. بيكبوكوا مع بعض لان هذا جزء من مشاكل المرور المخدرات ذاتها. صحيح في كمية كبيرة جدا من السواقين عندهم فهم انه الزول عشان يصحصح هو اللي يركز ولا يساهر لمسافات طويلة يديها سنة او يديها جرعة او حبوب او يديها حبة. نعم صحيح. وطبعا ده فهم خاطئ. يعني في النهاية بينتهي بحادث لان انت ما عارف الدوز ذاتك قدر شنو خشة جسمك. ممكن انت ذاتك تجلبيك يعني. صحيح. المهم في النهاية بقى المخدرات والمرور معرضين في واحد. دعوة لكل الشعب السوداني الجميل حضور بعد بكرة الخميس يوم 2/2 قصدنا تكون 2/2 عشان الرقم ده ما ينسوا الناس. في دار الشرطة بري الساعة 6:30 الافتتاح. بالنسبة للمعرضين ديل وهيستمر المعرض 5 أيام. ما قدر جانا أول يوم ده عنده 5 يوم يجي في أي وقت. وناس الفرح والمغنى بيكون بالأمسيات في غنى. ممتاز. وفي محاضرتين واحدة يوم 3 واحدة يوم 5. البرنامج مصاحب. مصاحب. ممتاز. دي ندوات الأولى عن الكاريكاتير عموما ودوره في 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 التوعية. ومعاي مرور. دي يوم 3 والندوة الثانية يوم 5 فبراير ده دي بيتكلم فيها دكتور أحمد الجمل ومعه دكتور عبد الله الريح مدير عام ودي عن المخدرات تخصص يعني. نعم. والدريح طبعا بيحلل الندوة. صحيح. وله التحية من هنا. وتحية لدكتور أحمد الجمل ومرحب بكل الشعب يحاولوا تعاونونا في الأيام دي. دعوة مفتوحة والله لكل لكل الناس اللي بيشاهدونا الآن. هي دعوة مفتوحة. حيكون المعرض يوم بعد بكرة اللي هو الخميس بالتحديد. حيستمر 5 أيام أنا أكرر. وفيه برنامج مصاحب من ندوات لأغاني ولكده في دار الشرطة بري. طيب ده بالنسبة للبانر. أنت أثرت أسي موضوع اللي هو موضوع الهجرة الغير الشرعية أو السنبك بالتحديد وفقدنا فيه وما فقدنا من شباب. لكن قبل ما نخش الهجرة كده في برضو الصورة دي عندنا يا ريت لو تعلق عليها. ده كان قبل 3 سنة في اللبسة الجاية جيت فيها أنا وعملت معرضين بتاع دار الشرطة قلناه واسع عن الهجرة غير الشرعية. أيوة. وعملت معرض اسمه ملامح سودانية نرويجية ده عمل في مركز راشد دياب وله التحية لدكتور راشد. نعم. وده كان اليومية في النرويج والحياة اليومية في السودان. الحياة بتاعت الشارع والناس وتفاعلهم مع بعض. والمعرض ده أصلا الهدف إنه كان يتعرض في النرويج في البداية. طيب. على أساس إنه أعكس أنا بالنسبة جزء من الصور برضو. دي في الدوحة. أيوه. ده في كأس العالم. هذا يدزل فنان جميل. أنا نسيت اسمه الغريب لكن صوبني استقبال رائع هو فلسطيني. وده في الدوحة هسه الكلام ده جديد يعني. دي كتارة في قطر في الدوحة. ودينا شباب السودانيين شغالين في كتارة. وطبعا على راسنا أخونا داب الربيع. يا سلام محمد الربيع له التحية من هنا. نعم. إن شاء الله يكون شايف الحلقة دي بغالي إن شاء الله والله يا رب. ومهندسوني دفعان لي يا أحلي لك يا أخي. ده كان ندوة عملتها أنا في المركز الثقافي السوداني في الدوحة كلام ده أقل من شهر. الدرامي والممثل المعروف محمد سنو دفع الله. نعم. فكان برضه عن الكاركتير والدراما وكلام زي ده يعني. طيب. كانت ندوة ناجحة جدا جدا ولما الشباب السودانيين كتار في الدوحة ما شاء الله. دي كلها الصور دي شكلها كلها الدوحة. دي كلها تقريبا هم ما أعرف جابوا صور معينة كده دي كلها في 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 الدوحة قبل ما أجي هنا طوالي. أنا حقيقة أصلا قصدت إنه أنا قبل ما أجي السودان أستغل فرصة المونديال لي لأنه ما تتكرر ثاني. طبعا. حضرت حاجة جميلة جدا جدا وتحية لكل أخوان القطريين في نجاحهم الباهر. صحيح. في تنظيم أتهج العالم والله متفردة وفريدة. صحيح. والثاني الله أعلم العالم يشوف حاجة زي كده. بالضبط. عملوا ستاندرد. لا 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 بالضبط. ما عادي ويعني أتهج العالم كله يعني. ممتاز. طيب نرجع لموضوع الهجرة لأنه الموضوع ده أنا برضو والله بالنسبة لي مهم أتكلم عنه لزول عنده خبرة وعنده تجربة في أوروبا بشكل عام. الناس فاهمة بأنها بتركب السنبق ده وبتصل بهناك وبتلقى الحل مستنية. أيوة. بهناك مجرد ما قطعوا المتوسط ده
الحل بيكون جاهز في طبق من ذهب بهناك. الكلام ده حاصل لو تكلمنا عنه حبه بيكون كويس. والله يا اخي طبعا للاسف الشديد جدا، اول حاجه اول نقطه بنقول نقدر نقوله انه الشباب اللي بيقطعوا البحر الليل يعني 90% منهم شباب غير مؤهل. يعني على الاقل حاول اعمل شويه مؤهل وتعلبيه يعني عشان يساعدك في قدام يعني. ولو انه بعض الدول بيفضلهم خام كده، تقول لك انا باهلهم انا وانا دايرهم خام. طيب كويس اوكي، دايره خام ده لو جاك في عمر صغير وممكن، لكن ما ممكن يقول يقطع البحر بس تنبك عمره 40 سنه ويكون دايره خام يعني. فدي بحذر منها انا، ده بيدعوا شديد بغالي وما بيقدروا يدخلوا بالساهل يعني. دي واحده عشان يندمجوا ذاته. الاندماج ذاته صعب بالمناسبه. طبعا طبعا بالضروره. بعدين اللغات دي معظمها لغات دايره اجتهاد يعني. صحيح. فانت لازم تواصل وتقرا وتعمل حاجات كثيره عشان تمشي لقدام. معظم الناس دي اول ما وصلوا بغادي يفكر في انه يطلع قريش كيف. غادي يكون الظروف جابراه يعني، خلى اهل هنا تعبانين دايرين مساعده. صحيح. ام عيانه ما بعرف شنو. بيقوم يشتغل كده بضيع على نفسه فرص جميله، لانه اوروبا فيها فرص تعليم حلوه ومجانا اذا الزول اجتهد. اي ومعظم الفرص مجانا وسهله. فانا بوصي الناس اللي بيفكروا يهاجروا لاوروبا سواء كان بيسمكوا بغيره يفكروا في انه يمشوا يأهلوا نفسه. لكن ما تشتغل، وبعدين تشتغل تشتغل نظافه، تشتغل حلاق، تشتغل مع اللي هي كلها اعمال. لكن ما بتوديك لقدام كثير. بتوقفك في حته واحده. طيب لكن ما هو لازم يشتغل عشان ياكل عشان يسكن عشان كده يعني. لا انت لو مشيت على القرايه، القرايه الحته اللي بتمشي لها في القرايه دي هي اللي بتوفر لك السكن، بتوفر لك الاكل، بتوفر لك الحياه في حدود حويتك بس يعني. انما هو يقوم بيطمع في انه لو يشتغل شغله ثانيه ان شاء الله نظافه يعني. بيقدر يرسل منها يزيد دخله بالضبط. وبعدين عنده تفكير غريب جدا، انه طبعا يفكر في انه يعرس يعني. ما عرس بس عرس معاه ورقشه. خلاص داير لهم القروش قدامهم. عرس معاه ورقشه ولا حفله مثلا بس. ف كان بنى له الطين خلف خلاف يكون ما قصر في الموضوع. انت لو اهلت نفسك ممكن تعرس بيت جميله جدا جدا. وتعيش معها حياه سعيده جدا. لكن لو ما اهلت نفسك بدي ارسلك بيت شينه صدقني. والناس فاهمه اوروبا غلط يعني. انا لا لا مفهوم غلط شديد. مرات بحس بكده يعني. في ناس وصلت في اصدقائنا قاعدين في فرنسا هناك. بالتحديد هم طبعا فرنسا اكثر دوله تقريبا بتستقبل اللاجئين يعني. صحيح. انا ما اعرف السر شنو، لكن اكثر دوله بتستقبل. فبيحكوا مآسي في المعسكرات اللي بخطوهم فيها. صحيح. في ناس انتحروا، في ناس حتى فقدوا عقلهم يعني. ما يشوف اوروبا اللي تحت دي اللي من ايطاليا اللي هي المدخل لاوروبا هي ايطاليا. وبيجوا من ليبيا واسبانيا. ايطاليا واسبانيا تقريبا؟ اسبانيا بغادي بالضبط بالمغرب العربي. فوق شويه. صحيح. وايطاليا تحت شويه. فبيجوا بجزيره اسمها لامبدوزا، ده مدخل للناس كلها خاشه ايطاليا دي. طيب. ومن ايطاليا يقوموا يفروا بعد ذاك. فرنسا طبعا قريبه لايطاليا. بيمشوا. ايطاليا ما دول بتاع، ما دوله قعاد وهجره، حياتها صعبه شويه. نعم. في ناس بيقعدوا. وتعتبر افقر دول اوروبا بالمناسبه. فانت كل ما اتجهت شمالا لفوق محل البرد ده كل ما بتلقى دول امكانياتها كويسه وغنيه. يعني النرويج اسمها دوله رفاهيه. يعني يمكن يعيش رفاهيه رفاهيه جد يعني. نعم. النرويج، السويد، الدنمارك، سويسرا، اسكندنافيا، كلها دي دول كويسه. سويسرا، المانيا كويسه. دي محاضره يا اخوانا عن الهجره يعني. مهمه طبعا. ادفعوا لي قروش في القصه. اي والله والله مهمه خالص. بعدين بعين فنان يعني. ما ساي يعني. بالضبط. 10 سنين. في دول بتستاهل زي ما قلنا قبل انه في فرق بين الهجره والاغتراب. الاغتراب ده تعمل لك قرشين ثلاثه أربعة سنه 10 سنه ترجع. لكن الهجره دي انت هيئ نفسك انت واولادك واولاد اولادك، انتوا قاعدين هناك بعد ده. صحيح. فقعد لقعد لازم تقعد مجيه يعني. تأهل نفسك واولادك يقروا ويتعلموا، وبالتالي من البدايه تختار دوله عندها الامكانيه انها تساعدك كويس وتوديك لقدام. صحيح. يلا في دول انت لما تقعد فيها بتكسرك زياده. بتضيع زمن. تشتغل ديرتي جوبس زي ما بيقولوا، واعمال هامشيه شديد. نعم. وما بتوديك لقدام يعني. صحيح. بتظل في الدوامه دي طوالي وتتحول الى مدمن. صحيح. او لحاجه ثانيه خالص. او تتحول لديلر عديل يعني. ما عندك حد بالضبط. صحيح. الاختيار من البدايه لانك انت حتعيش وين، دي اهم نقطه يعني. بالضبط. مفترض نتكلم عن الاندماج، وبرضه دي حاجه عانوا منها السودانيين كتار جدا، الاندماج في المجتمع. وطبعا فرق الثقافه كبير. ايوه كبير على مستوى الاسره وعلى مستوى
الاستقلالية ذاته، استقلالية الفرد على مستوى حرية الفرد ذاته. فذول بيصطدم هناك بواقع صعب تحمله بصراحة يعني. صحيح. فأنا ما أعرف الناس دي يعني، تخيل لي ما يجوا بقدر أقلم في الثقافة دي بسهولة. والله أنا لما ابتدي أتكلم عن دولتي أنا مثلا النرويج أو الدولة اللي عايش فيها أنا يعني، فيمكن كمان لأنه الأوضاع في النرويج جميلة شديد والوضع الاقتصادي يأخذ حتى قروش البترول، قالوا خلينا للأجيال الجاية بعد 50 سنة ما يهبشوها، لأن عندهم ثروات تانية، معناها دولة كويسة يعني. بالضبط. فبيبقى موضوع الاندماج يعني ده من البداية، وأنت جيت بتقعدوا في معسكرات لغاية ما يدبروا لك السكن بتاعك ده، القصة دي بتجر شوية. لكن المعسكرات دي معسكرات 7 نجوم تماما، منتهى الرفاهية والراحة والبهجة. عندك مرتب وكده تاخذ مرتب قروش وبتستلم طوال هدوم بتاعت بلده. لكن دي ما دعوة للعطلة ولا كيف؟ لا ابدا، هم بهيوك للاندماج ذاته يعني. المعسكرات دي ذاتها مرحلة من مراحل الاندماج. ايوه، تعرف القوانين البلد، فيها دروس كثيرة ومحاضرات وفيها بدايات لغة وكده. بعد ما انت خلاص امورك ضبطت وادوك الورق وادوك البيت والحاجات وكده، لو كنت جيت مع اسرتك اوكي، لو جيت براك بيعملوا لك لما الشمل يجيب لك اولادك كده، يكون حسب الفاميلي البيت بيكون كده يعني، ممتاز، مساحته وحديقته وحاجاته وكده. بتخش في برنامج اسمه انتروداكشن بروجرام، ده 2 أو 3، ده يقول فوقه تعلم اللغه وتعلم مهنه او تعلم صنعه او تعلم حاجه عشان تشيل روحك بعد ده. تشيل روحك طبعا. وبعد ذلك تنتهي البرنامج ده بيقول لك نحن اهلناك ووريناك اللغه، وبعد ده انت مفتش ليك الوظيفه ذاته، دي وظيفه ودي وظيفه، اختار يعني اللي عيب فيك انت بس. طبعا انا بهين الزمن للاسف. لكن سؤالي الاخير لازم بس ترد لي عليه سريع. الو، كاريكاتير وصل وين في السودان؟ شايفه كيف كاريكاتير ده؟ للاسف ما في كاريكاتير في السودان. لازم اسالك السؤال ده. ما في كاريكاتير خالص. انا كمان عملت انفستيجيشن او تحريات كويسه جدا من ماجد، ما في. وبعدين حتى الجرايد اهملته بمناسبه يعني. اديك نموذجين بس يعني بتعرفون يعني، عاطف عبد الحي قاعد في القاهره بالضبط، وفارس قاعد في اسكندريه، اما اسماعيل عبد الحفيظ في تركيا، وعماد عبد الله في وين وين يعني. انا من الاسماء القديمه ممكن نادر جني الهاشمي، كاروري بالضبط، سامي المق بيمشي وبيجي ما معروف، صحيح، احمد الرشيد ما قاعد يرسم في اي جريده. نزيه موجود لكن موجودين قاعدين في السودان. نزيه موجود اي، بس طبعا معظم الناس قامت غيرت اللاين بتاع ذاته يعني. صحيح. حتى الكاركتير كمصدر رزق القصه انتهت. صحيح. يعني بقى ما بجيب قروش والله يعني. ما انه كان زمان اهم ماده في الجريده يعني. أي. والله بجد يعني بتذكر وغايب الحمد لله رب العالمين. يحلى نبض الكاريكاتير ونبض الشارع. يا سلام. وطلعت مواهب نبض الكاريكاتير دي، طلعت مواهب فزه يعني في رسم الكاريكاتير بالتحديد يعني. لا والاهم من كده طبعا انه الشباب ديل هم اثروا على جيل كامل. صحيح. وشكلوا وجدان جيل كامل. صحيح. وزمانك ما كان ترى بالكوميديا والجماعه بتاعنا الكلمه الساخره ديل ما كان ظهروا. صحيح. كان الكاريكاتير هو سيد الساحه. صحيح. كان عندكم مجلدات؟ اي والله صغيره مشتريه من مكتبات. يا اخي ان شاء الله الزمن يقوم ينقلب كده من جديد ان شاء الله. والله شقلبان هوب اي حاجه ويرجعوا شباب ذيل ان شاء الله. والله يا ابني الزمن الجميل يعني، وترجع انت ذاتك تلقى البلد دي المره الجايه زي ما انت تحب يا ريت الفنان. احنا محتاجينك هنا اكثر والله يا والله. لو ضاع شفته بس اصلح حبه كده، انا جايكم بس خلاص. وجوازك في جيبك، شوفوا لي مزرعه كده على النيل في، انا بشوف اللي انا ملتزم بها باي في جزيرة حقتك مثلا صغيرونه كذي. والله انا ملتزم بها، بس اجيب لي شويه ارانب وبط وحاجات لك ما عندي حياه نرويجيين زي يا اخي. شكرا يا اخي، الله يبارك فيك، يديك العافيه يا رب. شكرا لكم كلكم، وما تنسونا تجونا بعد بكره ان شاء الله في دار الشرطه ببرلي. دار الشرطه المعرض 5 أيام، ده كان الفنان 6:30 مساء الفنان الكبير التشكيلي ورسام الكاركتير منيم حمزه، كان معي بعد طول غياب 10 سنوات. أتمنى تكونوا استمتعتوا بهذه الحلقة، كل التيم العامل حييكم، خلوا بالكم من روحكم، نلتقي الثلاثة الجاي، السلام عليكم.